120 ساعة هي مدة كتير طويلة. في عام 1788 أحد المحامين الفرنسيين استمرت مرافعته مدة 120 ساعة مستمرة، وذلك للدفاع عن أحد موكليه اللي لا تربط فيه أي صلة قرابة. الشيء الوحيد الذي يربط هذا المحامي بموكله هي ورقة اسمها الوكالة الخاصة. الوكالة الخاصة دفعت ذلك المحامي لشغر 120 ساعة من وقته ومن وقت المحكمة والحضور للدفاع عن موكله. إذا سألنا نفسنا سؤال، سؤاله ما هي أفضل ميزة في المحاكم وخاصة في المحاكم الدولية؟ إجابة هذا السؤال هي أن المحاكم تسمح للجميع دون أي استثناء في التحدث أمامها. ولكن إذا سألنا نفسنا السؤال المعاكس، وهو ما هو أسوأ شيء في المحاكم، فجوابه راح يكون نفس الجواب، وهو إنه هاي المحاكم تسمح للجميع بدون استثناء بأنه يتحدث أمامها. كثير منكم محتارين ومستغربين كيف أفضل شيء في المحاكم ممكن هو نفسه يكون أسوأ شيء فيها. خلونا نرجع بالزمن شوي لسنة 1994، السنة اللي ارتكب فيها العديد من الجرائم ضد الإنسانية في دولة رواندا. إذا سألنا نفسنا سؤال، ما هي الجريمة الأفظع والأكثر جسامة؟ قتل 100 شاب أم قتل 100 طفل؟ الجميع راح يجمع بأنه قتل الأطفال أكثر فظاعة وجسامة، وهذا هو الدفع والحجة اللي قدمتها النيابة العامة اللي وظيفتها إنها تثبت جسامة الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة اللي أسستها الأمم المتحدة للنظر في كافة الجرائم ضد الإنسانية اللي وقعت في تلك الفترة في دولة رواندا. هذا الكلام، هاي الحجة المنطقية في ذلك الوقت وحتى في وقتنا اليوم تروق لآذاننا. السبب؟ سبب أنه جميعنا نعطي اهتمام، واهتمام مش قليل، للعاطفة والأحاسيس في اتخاذ قراراتنا اللي راح نمشي عليها. إلا أنه في شخصين اثنين ما أعجبهم هذا الكلام. هدول الشخصين، أول واحد هو الشخص المتهم، وثانياً أكيد هو محاميه اللي ترجل في لحظتها وقدم مداخلة قال فيها إن قتل الأطفال أقل وكبار السن أقل جسامة وخطورة من قتل الشباب اليافع، إذ أن صغار السن وكبار السن يمتلكون جهاز مناعة أضعف من الذي يمتلكونه الشباب، وبالتالي وبالمنطق بالمنطق المفرط إن قتل الأطفال لهو أيسر وأسهل، بل وأنه يتطلب جهدا أقل من قتل الشباب، وأن هذا وإن دل فإنما يدل على أن نية موكلي لم تتجه للقتل أصلاً، وأن الأسلحة المحرمة الغازية السامة التي استخدمت لم يكن يقصد بها القتل، وأن أولئك الأطفال قد ماتوا نتيجة أعراض أخرى لم يكن السبب الرئيسي في قتلهما تلك الأسلحة. فلو كان كذلك لمات على الأقل شاب يافع واحد. يبدو أن هذا المحامي قد بدد الإنسانية أجمع، قد بدد مصلحة موكله آسفاً على الإنسانية أجمع، وخالف ما اتفقت عليه البشرية خلال 10,000 سنة الماضية.
دعونا نخصص حديثنا، دعونا نتوجه إلى قضية أخرى. القضية السابقة قد استخدم فيها المحامي المنطق المفرط وتغلب على الإنسانية، إلا أنه وفي العام الماضي وجه أحد الصحفيين سؤالاً استنكارياً لأحد الوزراء في دولة المجر. كان السؤال: لماذا لا تسمحون للاجئين السوريين أجمع بالدخول إلى الأراضي المجرية الآمنة حفاظاً على أرواحهم؟ فكانت إجابة الوزير وبكل برودة أعصاب بأنه يرغب في ذلك، إلا أنه لم يسمح لأي سوري بالدخول إلى أراضي دولة المجر خوفاً على الثقافة السورية العربية الأصيلة، فهو يسعى من خلال حكومته إلى تجميع جميع اللاجئين السوريين في أصغر بقعة جغرافية كي يحفظ تواصلهم الاجتماعي ولا يسمح لهم بالدخول إلى المجتمع المجري حتى لا يخسروا ثقافتهم السورية العربية. في القضية السابقة استخدم المحامي المنطق للتغلب على الإنسانية، إلا أنه لم يكن شخصاً عنصرياً. بالإضافة إلى ذلك، هو خاطب أشخاصاً يمتلكون عقولاً قادرين على الإدراك. هو خاطب الصحافة ولم يسمح لهم بعدها بتوجيه أي سؤال آخر. دعونا ننتقل إلى قضية تمس جوهر الموضوع، إلا أنها موجودة في قطاع آخر، ألا وهو قطاع التكنولوجيا. سعت شركات التكنولوجيا والمواقع الإلكترونية وغيرها إلى حل إشكالية شبيهة، إشكالية تغلب الآخرين عليهم، من خلال توظيف أولئك الخصوم المشاكسين. كيف ذلك؟ إذا ما استطاع أي شخص العثور على ثغرة إلكترونية لاختراق موقع إلكتروني، فإن ذلك الموقع وبصورة مباشرة يعرض على ذلك الشخص فرصة الحصول على وظيفة في الموقع أو المجال الذي استطاع اختراقه. حين تحسست المحاكم تلك الأزمة الحقيقية في صلب عملها، سعت إلى حل تلك الإشكالية. كيف؟ بنفس الطريقة. عملت المحاكم وخاصة الدولية منها على تعيين المحامين الذين يستخدمون الثغرات القانونية كقضاة فيها، فكان الأمل كبيراً وكان التوقع عالياً، إلا أن ذلك لم ينجح. وأكبر دليل على ذلك، إذا ما عدنا في الزمان إلى عام 1996، حين وجهت الجمعية العامة في الأمم المتحدة رأياً استشارياً، طلبت رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية. مفاد السؤال فيه سؤال جريء، مفاده: ما هي قانونية استخدام أو التهديد باستخدام السلاح النووي؟ سؤال ليس بالسهل. الأشخاص العاديين أو الأشخاص الطبيعيين الذين يعطون للعاطفة والأحاسيس والإنسانية قدر مهم في حياتهم لن ينتظرون ثانية الإجابة عليه، وبالطبع سيجيبون غير مشروع. استمرت المحكمة في التفكير في هذا السؤال 9 أشهر، وتوصلت إلى نتيجة هزت العالم، إذ نصت في حكمها عام 1996
على أنه ليس هنالك أي مادة قانونية تمنع استخدام السلاح النووي، بل أن هنالك بعض المواد القانونية التي تسمح بصورة غير مباشرة باستخدام السلاح النووي. من الغريب بأن المحكمة كانت تبحث عن سبب يمنعها من إصدار حكم تقول فيه بأن استخدام السلاح النووي ممنوع، إلا أنه وللأسف أن المحاكم مجبورة على النظر في القوانين والاتفاقيات الدولية والتشريعات الموجودة منذ ملايين السنين، وأخص بذلك الأعراف الدولية التي وضعها الإنسان منذ صعوده على أو منذ خلقه أو منذ وجوده على الكرة الأرضية. هذا يؤكد فشل المحاكم الدولية في الموازنة ما بين المنطق أو المنطق المفرط والإنسانية. إلا أن المسألة لم تنتهي عند هذا الحد، وأصرت المحاكم أن تستذكر مدى ثقتنا بها، الثقة التي نمنحها لها كل يوم. فبمجرد بدء خصام بيننا وبين جارنا، فإن أول جملة نستخدمها هي جملة بشوفك بالمحكمة أو بيني وبينك المحاكم. والظاهر بأن هاي الجملة صحيحة وقانونية ومفيدة ونافعة وتحقق الغرض التي نستخدمها لأجله. دائما استخدم جملة بيني وبينك المحاكم وشوف بأنه خصمك راح يفكر مرتين قبل ما يعمل أي خطوة تانية. ولذلك في نهاية المطاف قررت المحاكم الدولية توظيف المحامين الكفؤين لا كقضاة فقط في المحاكم، وإنما كأشخاص مسؤولين عن صياغة الاتفاقيات والقوانين التي ستطبق في المحاكم، هادفة من ذلك في الأساس إلى حل مشكلة تغلب الأذكياء بأجوبتهم المنطقية المفرطة على مبادئ الإنسانية التي وجد قطاع العدالة لحمايتها، وثانيا لقسب ثقتك وثقتك وثقتنا جميعا التي سعت منذ نشأتها إلى الحفاظ عليها وتحقيقها. أنا أمجد أبو لافي، وآخر نصيحة قانونية بحب أعطيها إلكو، لما حدا يتنمر عليكو أو يبلش يتدعي عليكو، استخدموا الكلمة السحرية بيني وبينكو المحاكم. وشكراً لكم.